مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى تقريرنا التالي، حيث يعاني العديد من الأشخاص من آلام مبرحة في الكتفين، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب قد تكون مؤشراً لأمراض أخرى لا قدر الله، وهو ما يستدعي الإسراع في الخضوع للعلاج، وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان التدخل الجراحي. مشاهدينا، حول آلام الكتف وأسبابها وطرق العلاج نتابع هذا التقرير، ومن ثم لنا عودة. يشكو بعض المرضى من آلام الكتف، ويرجع ذلك إلى التغير الحاصل في الفئات العمرية، إضافة إلى ممارسة نمط حياة غير سليم بكثرة الجلوس مع انحناء الأكتاف إلى الأمام. لنتعرف معا عن أسباب آلام الكتف. آلام الكتف الحين أكثر شيوعاً عن قبل. آلام الكتف هي ثاني أكثر الآلام بحثاً بعد آلام الظهر في محرك البحث جوجل. مفيش حد في جميع الفئات العمرية مش بيعاني من أمراض الكتف. نحب نقسم آلام الكتف لجزئين. أول حاجة الجزء الناتج عن إصابات، خاصة إصابات الملاعب اللي هي الأشهر حاليا في العالم، والجزء الثاني الناتج عن اللايف ستايل أو الحياة الشخصية اللي احنا بنعيشها. تعتمد الحاجة إلى العلاج الجراحي لآلام الكتف على التشخيص الدقيق من قبل أخصائي الكتف وعلى مدى تطور المرض. إذن متى يكون التدخل الجراحي خيارا أمثل في حالات آلام الكتف؟ أهم شيء في طرق علاج الآلام الكتف أن المريض يفهم المشكلة اللي عنده، بمعنى لازم المريض يسأل ويستوعب حجم المشكلة ويكون عارف الخطوات المحددة. كمثال، أي مريض بيدخل العيادة عندنا في السعودي الألماني دايماً بعرفه البلان أو خطة العلاج، إحنا بنمشي 1 2 3 4. كمثال، بالنسبة لالتهاب الوتر العلوي مفصل الكتف، دايماً الإجراء الجراحي هو آخر شيء، دايماً بقول للمريض إحنا ماشيين في طريق أخر باب غرفة العمليات، الهدف إن إحنا نبعد عن أوضة العمليات. دايماً بنبتدي بالأدوية، تاني شيء بنبتدي بالعلاج الطبيعي، ثالث شيء الحقنة، وفي الغالب عندنا نوعين من الحقن، عندنا حقنة الكورتيزون أو حقنة البلازما اللي هي الخلايا الجذعية، آخر شيء خالص هو التدخل بالمنظار. التدخل الجراحي في حالات محدودة جداً، بمعنى إذا في قطع كامل في الوتر العلوي ما ينفعش أن احنا نعمل إجراء احترازي، لازم يكون في تدخل بالمنظار. التدخل بيكون فتحات بسيطة جداً، دي أحدث شيء في العالم، بنحط حاجة اسمها أنكورز اللي هو بالعربي زي مسامير بلاستيكية بتدوب بعد شهرين أو ثلاثة، بيطلع منها خيط وبنعمل بيه حياكة للوتر، والمريض بيبتدي يحرك كتفه بعد 4 أو 6 أسابيع. التدخل الجراحي الثاني المطلوب بيكون في حالة الخلع زي ما اتكلمنا بكده، نفس الشيء بتثبيت الغضروف الأمامي بالأنكورز. لكل من يعاني من آلام في الكتف، يجب عليك مراجعة الطبيب المختص في أسرع وقت ممكن.